قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن نعمل في مدرسة، فإذا دخل وقت صلاة الظهر قمنا بالأذان ثم نقيم للصلاة مباشرة دون انتظار أو جعل وقت بين الأذان والإقامة، فهل هذا الفعل جائز؟ إذا كان المصلون حاضرين كلهم هذا جائز، لأنه إنما الانتظار لمن يتوضأ أو من يأتي من بعيد، أما إذا كانوا كلهم حاضرين وعلى استعداد للدخول في الصلاة فلا مانع، هو لازم يجعل بين الإقامة والصلاة فاصلا زمنيا إلا عند الحاجة، وأنتم لا حاجة لكم في هذا. نعم.